أنا رجل أعمال سعودي، كنت سافرت عدة دول موبوءة في كورونا، وعند وصولي مطار الرياض طبعا كان من الأفضل أني أنتقل للعزل منعا لنقل العدوى، وكنت بوصل سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وبعدها خيروني أبقى في المنتجع أو في فندق. فضلت فندق لحساب الدولة الله يجزيهم خير، فندق فخم جدا، تعامل رائع جدا، اهتمام صحي كبير. أنا بوريكم أنا من الفندق الفيصلية، أي شيء، أي طلبات، أدوية، أنت في حاجة لرعاية طبية، اهتمام كبير جدا.